هكذا يؤثر المكان الذي تعيش فيه على طول عمرك. أجل، هذه كانت نتائج دراسة شاملة أجراها فريق عمل دولي، وقامت دورية The Lancet الطبية بنشر تفاصيلها. فما هي حيثيات ونتائج هذه التجربة؟ وما هي المناطق التي يرتفع فيها متوسط العمر؟ والمناطق الأسوأ من حيث متوسط العمر؟ تفاصيل الدراسة ونتائجها. بعد قيام الباحثين بتحليل بيانات صحية لأفراد من 195 دولة، تم التوصل إلى أننا نستشعر بوادر القلق المرتبطة بالعمر في سن 65 في المتوسط. وقد توصل العلماء عقب هذه الدراسة إلى أن المكان الذي يعيش فيه الفرد يكون نتيجة للعديد من المشاكل الصحية، كفقدان السمع والنوبات القلبية وانتكاسات الأعصاب. كما تم التوصل إلى أن الفرق بين الشيخوخة الطبيعية والشيخوخة المبكرة قد يتجاوز 30 سنة. هذا وتأخذ الدراسة بعين الاعتبار مستوى الصحة واللياقة البدنية وتأثير الأمراض المرتبطة بالتقدم في السن وليس طول العمر. كما حدد العلماء 92 من الأمراض التي يرجع لها السبب في انحدار الصحة الجسدية والنفسية، وعلى رأسها الأمراض المرتبطة بالقلب والسرطان والأوعية الدموية. صرحت أنجيلا واي تشانغ قائدة الفريق البحثي للدراسة: هذه النتائج المتنوعة تظهر أن الزيادة في متوسط طول الأعمار في مراحل متقدمة في السن يمكن أن تكون بمثابة فرصة أو تهديد لإجمالي مستوى رفاهية السكان، وذلك حسب المشكلات الصحية المرتبطة بالتقدم في السن التي يختبرها هؤلاء السكان بغض النظر عن العمر الزمني. وقد اعتمدت الدراسة على مجموعة من المؤشرات مثل متوسط الدخول المدرسي ومستوى التعليم وإجمالي معدل الخصوبة. ورغم انخفاض متوسط الأعمار ببعض الدول النامية، إلا أنها تعاني آثار الشيخوخة المبكرة. الدول الأفضل من حيث متوسط الأعمار. بحسب نفس الدراسة، فاليابان وسويسرا هما الأفضل من حيث متوسط الأعمار بمتوسط العمر 76 سنة فاصل واحد، تليهما فرنسا وسنغافورة ب 76 سنة، والكويت ب 75 سنة فاصل ثلاثة، وكوريا الجنوبية وإسبانيا ب 75 سنة فاصل واحد، وإيطاليا ب 74 سنة فاصل ثمانية، وبورتوريكو ب 74 سنة فاصل ستة، وبيرو ب 74 سنة فاصل ثلاثة. مع اعتبار أن متوسط العمر العالمي للفرد هو 65 سنة. الدول الأسوأ من حيث متوسط العمر. وضعت الدراسة في مقدمة الدول الأسوأ من حيث متوسط العمر جزر مارشال التي يبلغ متوسط عمر الفرد فيها 51 سنة، ثم أفغانستان ب 51 سنة فاصل 6، وفانواتو ب 52 سنة فاصل 2، وجزر سليمان ب 53 سنة فاصل 4، وجمهورية أفريقيا الوسطى وليسوتو ب 53 سنة فاصل 6، وكيريباتي ب 54 سنة فاصل 2، وغينيا بيساو ب 54 سنة فاصل 5، ثم ميكرونيزيا ب 55 سنة. انعكاسات الشيخوخة المبكرة وبعض حلولها. ذهبت نفس الدراسة إلى أن أكثر من نصف المشكلات الصحية التي يعاني منها البالغون حول العالم راجعة بالأساس إلى الأمراض المتعلقة بالعمر، حيث أكدت أنجيلا واي تشانغ قائلة: المشكلات الصحية المتعلقة بالعمر يمكن أن تقود إلى التقاعد المبكر ونقص قوة العمل وتضخم الإنفاق على الصحة، ويحتاج قادة الحكومات وغيرهم من المعنيين في قطاعات الصحة أن يفكروا متى يبدأ الناس في المعاناة السلبية جراء التقدم في العمر. ومن جانبهم، يعمل العلماء باهتمام على كشف العوامل التي قد تساعد على تأجيل أعراض الشيخوخة على البشر، على غرار النشاط البدني والإقلاع عن التدخين وتحسين تنظيم قطاع الصحة. ويبقى السؤال المطروح هو: هل كل البشر مهووسون بمشاكل الشيخوخة المبكرة عبر أخذ كل الاحتياطات الصحية والنفسية، أم أن هناك من لا يبالي بتاتا بها ولا يعيرها أي اهتمام؟ لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلك جديدنا، ولا تبخل علينا بالإعجاب ومشاركتنا أفكارك في قسم التعليقات، وكذلك مشاركة الفيديو مع أصدقائك.